بسم الله الرحمن الرحيم. بننفذ جدارية من الكولاج، بنجيب ورقتين بلونين مختلفين ونبدأ نرسم على ظهر الورقة أو شكل فراشة. بنرسمها بشكل مبسط عشان نوضح الفكرة. بنعمل خطوط عشان تساعدنا في التنفيذ. وبنحضر معانا المقص عشان نقطع الشكل الخارجي للورقة. هنقطع الورقتين مع بعض بأسلوب التماثل. كده احنا انتهينا من القطع. الاتنين يعتبر نفس المساحة. احنا هنقطع واحدة تانية، هنقطع اللي في الداخل دي بس نصغر المساحة الخارجية لشكل الفراشة. هنصغرها بحيث ان يبقى في واحدة مساحتها كبيرة واحدة مساحتها صغيرة. نقطعها تقريبا كده. كده بنلزق بقى المساحة الصغيرة على الكبيرة اهيت عشان تديني شكل الفراشة ونجملها. وهنبدأ نجملها كده بدوائر من لون تاني. كده احنا بنشطب شكل الفراشة. هنعمل خلفية لشكل الفراشة. خلفية ده تبقى من اللون الأزرق. وبنعمل لها أرضية كده من الزرع كده أو الخضرة. بنجيب ورقة خضرة ونطبقها بالطريقة ديت عشان نقطعهم مع بعض. هنعمل بقى هنعمل خطوط بالطريقة ديت عشان نعمل الأرضية لشكل الفراشة. واضح في الفيديو. وان شاء الله نتمنى كده الاشتراك ومتابعة القناة. كده انا قطعت الورق بتاعي. هبدأ اعملها الزاق في الارضية عشان احط عليها الفراشة من فوق. وممكن اعمل طبقتين من الجزء الاخضر ده، اعمل طبقتين، طبقة فوق وطبقة تحت. وممكن اعمل لونين مختلفين، يعني انا ممكن اعمل لون تاني كمان اخضر تاني غامق او اخضر فاتح يجمل الشكل كده. يعتبر انتهينا. ومن شكل الفراشة نبدأ نلزقها. هنلزقهم ونبدأ نجمل الشكل بالدوائر ديت عشان كده يبقى انتهينا من شكل الكولاج بشكل مبسط للطلاب. وكده يبقى عملنا جدارية من الكولاج. وممكن نعمل لها برواز خارجي ونجملها بشكل افضل من كده.